السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم. وصفتنا اليوم من المطبخ الإيطالي اللي هي النيوكي، تعتبر الوصفة من العجائن اللي هي شبيهة بالباستا، لكن المكون الرئيسي بهاي العجينة هو البطاطا. وفي مناطق بإيطاليا بيستخدموا مع جبنة الريكوتا، أنا عملتها بس باستخدام البطاطا. هلأ بالنسبة لطريقة التقديم، ممكن تتقدم بطرق كتيرة ومختلفة، سواء باستخدام اللحوم أو الخضار أو الدجاج. أنا قدمتها بطريقتين الأكثر شيوعاً من المطبخ الإيطالي. قدمتها بالطريقة الأولى بصلصة الطماطم والريحان والثوم، والنوع الثاني قدمته كنوع مقبلات وأضفت معه طماطم مجففة وريحان وجبنة وزيتون. انتوا بتقدروا تضيفوا المكون اللي بترغبوه وتستثنوا المكون اللي ما بدكن اياه. مكونات وصفتنا بسيطة كتير، هن 3 مكونات: بطاطا وطحين وبيض. انا عندي 1/2 كيلو بطاطا مسلوقة، منحطها بمي ولما بتغلي منعير عليها 1/3 ساعة على نار متوسطة، بتكون صارت عنا جاهزة. عندي طحين 1/2 كوب وحبة بيض. عنا البطاطا، اما بعد ما نسلقها مباشرة من قشرة لاني ما بدنا يكون فيها رطوبة ومي، او مثل ما انا عملت تركتها تبرد بالكامل حتى نشفتها، يعني نشفتها بمناديل مطبخ. عادة هاي الوصفة الكمية اللي بتحتاجها بين البطاطا والطحين تقريبا، يعني الطحين بيكون ربع كمية البطاطا، فأنا عندي 500 جرام من البطاطا رح احتاج 100 جرام طحين. العجينة هاي ما بتاخد الطحين بداخلها كمية كبيرة، وإلا بتصير معنا عجينة مطاطية مثل المعجنات. هلأ عندي أنا هراسة البطاطا اليدوية، اللي مو متوفرة عنده ممكن يهرسها بالشوكة أو يهرسها من خلال مصفاية تكون ثقوبة شوي كبيرة، وحتى ممكن بالمبشرة، بس أهم شيء ما نستعمل الخلاط أو محضرة الطعام، لأني أنا ما بدي البطاطا تصير كريمية وتعجن معي. هلا بعد ما هرست البطاطا رح أعمل حفرة بالوسط، ورح ضيف حبة البيض، رح ضيف ملح ورشة جوزة الطيب كمنكه بدي استخدمه. وهلأ عندي الطحين رح ضيفه على الأطراف حتى أبدأ بلم العجينة، مو عجنة. هلأ مثل ما شايفين أنا عم لم بحاول دخل كمية الطحين والبيض مع البطاطا، بس بدون ما أعجن أبدا أبدا. هاي العجينة بعد ما لميتها رح تكون عجينة كتير طرية، مثل ما قلت يعني بنحاول ما نضيف الطحين، لأنه وقت التشكيل ووقت التقطيع رح نستخدم كمية طحين، لهذا الشيء بداخلها ما بدنا طحين، بكفي من الخارج. مثل ما شايفين طرية وبتلزق نوعا ما، رشيتها بشوية طحين، وأي قطعة بدكم تقطعوا فيها سواء قطاعة أو مثلا سكين لازم نبلله بالطحين. هذا هو شكل العجينة من الداخل، مثل ما شايفين ضروري كتير يكون فيها هدول الفراغات اللي ظاهرين، مانا عجينة متماسكة. كل ما كانت هيك معناتها لحنا شغلنا صح وما عجناها زيادة، بتطلع معنا ناعمة وطرية. أخذت قسم ورح أبدأ بالتشكيل، وطبعا بهاي المرحلة منحاول نرش طحين لأنه هي العجينة كتير طرية. أنا عم لفها بشكل رول بحيث لما أقطع القطع تكون بحجم اللقمة أو الحجم اللي أنتوا بتحبوه. وهلأ بقطعها
لقطع متوسطة. ومثل ما ذكرت بنبلل القطعة اللي عم نقطع فيها بالطحين دائما. بالنسبة للتشكيل بنقدر نخليهم مثل ما هن بهذا الشكل قطع، وممكن نعمل لهم الشكل التقليدي عن طريق شوكة نعمل فيها حزوزو، وبهي الطريقة بتتشرب الصوص. طريقة تشكيل تانية، ممكن مثل ما هي القطعة نعمل فيها ضغطة من الوسط بأي شيء عنا بهذا الشكل. هلأ بعد التشكيل بدنا نسلقهم لدقايق بسيطة كتير. عندي مي عم تغلي وفيها ملح، وبنزل فيها الحبات اللي شكلناهم حتى نعرف كيف استووا. مجرد ما طفوا على سطح الطنجرة ارتفعوا من الأسفل للأعلى، معناتها بيكونوا صاروا جاهزين وبنرفعهم من المي. بعد ما شلت القسم الأول رح ضيف الدفعة الثانية، بس مثل ما شايفين أنا بعد التشكيل رشيت الحبات بالطحين. لتحضير صوص الطماطم ضفت زيت زيتون ورح ضيف ثوم مهروس. بس تقليبتين ثلاثة لحد ما تظهر نكهة الثوم، وبضيف مباشرة الطماطم المبشورة أو مطحونة حسب المتوفر أو كيف الطريقة اللي بتحبوا تستخدموها فيها. وهلأ عندي تقريبا أقل من ربع كوب من مية السلق اللي سلقت فيها العجينة رح ضيفها للطماطم، وعندي فلفل أسود وملح وسكر، ورح ضيف الريحان. هي الوصفة بتقدم فيها الريحان الصوص، اللي مو متوفر ممكن تضيفوا زعتر أو إكليل الجبل حسب الأعشاب المتوفرة. بهدي النار وبتركها خمس دقايق. هلأ في منهم بعد الخمس دقايق بتضيفوا العجينة أو الحبات اللي حضرتوهم للصوص، بتكون صارت جاهزة. أو ممكن كمان تضيفوهم وتدخلوهم شوي على الفرن مع شوية جبنة على الوجه. أنا رح أقدمهم بطريقة شوي مختلفة، اتركهم مثل ما هن مسلوقين وضيف الصوص عليهم والجبنة. الصوص الثاني أو الطريقة الثانية للتقديم هي بسيطة كتير. ضفت زيت زيتون وثوم مهروس. عندي طماطم مجففة، ممكن تستخدموا طماطم فريش قطع صغيرة. واللي بيحب هاي الوصفة رح أترك لكم الرابط بصندوق الوصف لأني محضرتها من قبل. هلأ رح ضيف من قطع العجينة اللي حضرتها. هلأ أنا عم قليها لتاخد لون بسيط كتير، ورح كمل إضافة المكونات الثانية. عندي زيتون، جبنة، أنا الجبنة اللي عم بستخدمها بيضة قليلة الملح، تقدروا تستخدموا موزاريلا أو أي نوع جبنة بتحبوها. ورح ضيف الريحان وملح وفلفل أسود. رح ضيف شوية جبنة برميزان، وهلأ صارت عنا جاهزة. وصفاتنا صارت جاهزة، المقادير بالتفصيل بتلاقوها بصندوق الوصف. لايك للفيديو إذا حبيتوه، والاشتراك بالقناة ليوصلكم كل جديد. بصحة وعافية.